داخل مكتب للهندسة المعمارية في شمالي قطاع غزة، ينشغل طاقم هندسي بتصميم نماذج لأبنية أثرية يزيد عمرها عن قرن من الزمان، تقع داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، في مشروع لتوثيق المكان بالصور والمجسمات. بدأ مشروع نمذج المعماري للمباني الفلسطينية أو المباني الأثرية في فلسطين عام 2019 في ظل الهجمة الشرسة على المباني الأثرية والتهويد اللي بقى على المباني في فلسطين. طبعا حاولنا الأكثر مباني أهمية في المدن المحتلة زي السرايات، زي المباني العامة، وخلال المشروع تطرقنا إلى بعض المباني السكنية. لا يخشى المحتل من شيء قدر خشيته من التاريخ، من هنا كان الحفاظ على تاريخ فلسطين جزءاً أصيلاً من المقاومة. تاريخ الأرض ومن عليها وما عليها، البشر والحجر، العمارة والأبنية والأمكنة. المباني فلسطين كانت تجمع للعالم كله. النسيج العمراني عندنا مختلف ومشكل بشكل كبير جدا ما بين المباني من العهد الروماني او البيزنطي، العهد الاسلامي، العهد المملوكي، العثماني. كل مدينه في فلسطين بتلاقي التاريخ كله مكتوب فيها. حصار اقتصادي وعسكري وحملات ممنهجه تستهدف تزوير التاريخ. شباب برغم ذلك كله يواصلون المقاومة بالبحث والتنقيب والاكتشاف والعمل في أصعب الظروف وبأقل الإمكانيات. بنستخدم في صناعة المجسمات اللي هو الكرتون مكسي بطبقة من الكانسون المطبوع أو الملون. بعض المباني استخدمنا فيها الصلصال الفخاري بحيث أنه إحنا نبين أكثر شكل المبنى والنمذج يكون أقرب للواقع. ليس البناء مكاناً فحسب، بل هو زمان وبشر وأحداث وحكايات، وفي فلسطين ليس المكان سوى ماض يراد له أن يمضي ولن يمضي.